أنا والدة الطفل يزن الكفارنة، نزحنا من بيت حنون، من بيت حنون لجباليا المعسكر، بعدين النصيرات، بعدين دير البلح، بعدين وصلنا لرفح، يعني نزحنا من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. يزن ابني بعاني من شلل دماغي منذ الولادة من 2014، عمره 10 سنين. يزن كان قبل الحرب يأكل ويشرب ومتوفر له كل حاجة، كان يأكل البيض، كان يأكل الموز، كان يأكل الفاكهة، كان يأكل الدجاج، كان كل حاجة كان يأكل. الأشياء اللي بيأكلها مش موجودة، لأنه هو عنده بيأكل حاجات خاصة، أكل خاص، أكل معين، لأنه زور رفيع ما بيأكلش إلا الأكل المهروس. بعد الحرب حاليا كل هذا مش متوفر إله، فزادت حالته سوء، صار عنده سوء تغذية، صار جسمه ضعيف بالمرة. كان يلعب، كان يمسك الجوال، كان يتفرج. حاليا زي ما بحطه على السرير بضله عليه، ولا بيعمل، بضله ساكن زي ما هو. كان له علاج معين، علاج خاص مش موجود. حتى لما بغير له اوعيه جسمه ضعيف على الاخر، الجلد والعظمه. ليل نهار صوته عالي، ينين، يتوجع، ما بينامش بالمره، 24 ساعه عيونه مفتوحين، ما بينامش، بضله يتوجع ليل نهار ينين. Since filming, despite doctors trying their best, in a barely operational hospital, Yuzan sadly didn't make it. Now, more children in Gaza are dying of malnutrition. They need our mercy now. Your merciful donation can provide a malnourished child with a month-long food parcel or a hot meal, as well as medical care and shelter. Please, help us save precious children in Palestine this Ramadan. Give mercy now.